الى هون وتوب هذا هو اللي قررت الوزاره على ان هون لا يعدل فيه مشروع الزراعه السمكيه. لا عندنا ياسر من الحيوان وفصل احنا بشي نعيشوا به الحيوان اللي عندنا من المشاريع اللي عدل منهم 76 مشروع ولا اعرف هناك انا رقبت والله قضى. ايه هو البرنامج فيه هذاك لا يا يبي يملي هذه خاصه. لا اله الا الله انا بعد لا نختار الشوف مشروع مرموس حاكم توليد من اود كل وقت ودشنا كذا ودشنا كذا يعقب ما يحصل منه شيء ولا بعد عندنا كنا الحيوان وارك عدلت القطاع لا زيان عندنا نختار وشي ملموس يعدل وعود مشروع بعد لا لنعلن عنه وشاء تشاف نتيجته وشنش بار له فايدة. نقول لك أنا مولي على الإمكانات على أنهم معطية لهم اللي المسؤولين اللي تابع لهم مو مولي ذاك يفور شو كامل ولا يعدلوا منه شي سوى شنو. أنا بعد كمواطن زين عندي مسؤول نعطى له مشروع ينفذوا يخدموا هو ودور استفاد منه استفاد منه الوطن بشكل عام الا انه يمشي فيه بشكل حقيقي هارك قدنا قبله من حد اجنبي ما عنده روح وطنيه ولا عنده احساس وطني وقد قاع ما قادر لا ابغى الحاس يدقدق غير مواطن الوطن وطنك وذو ابناء اهلك وذا الشيء اتعود حاله تنقبض تمويل ما هو الشريف ولا ما عاد له حرم ولا هو بعض يا اخوه قد يستفاد ويستفاد اللي وراه واللي قدامه وهم اللي عاد شيء مذمر تستفاد منه الناس الاخرى. دير نقولوا الكرواي وحده انا حال المسؤولين جاي مرحبا بهم سهله يا غير نحن ما كنت تعود كل مرده وعدلتنا فات وعدلتنا عندنا وش من المشارع وجا واحدين اللي عدلوه مرادهم ما يوفى ولا يحصى ولا عنوا عنهم وبيننا نحن هنا تشيا ما عندنا مشروع ونختار ما يدروا جهات جايين اليوم عدلونا شو يعرفوا لنا شيء ونحن هذو كمواطنين مهم شيء ويالت عن بمعنى عندنا الحق يعتبرونهم ويعترفوا بهم ويعدلون ذا الدي يا الله وذا الدي جايبهم يعدلون نعدي زين وحيدة ما هو اللي يجوا يعدلوا ويمشوا عنهم اللي يعدلوا نعدون ما شفناهم كي لا ما هو شي جديد نحن كل وقت جايينا مدارة وجايينا وزارة لأنهم لا يدشنوا شي ويعقبوا قاع ما يهجوا راجين عند الله هذه المرة اللي تعود حق لك هو بعد اللي راجين ذا اللي قلتوا خارج منه شي لكن شوفوا هاوضاك المسؤولين اللي جايين لكم حالا فعلا قدوا عدوا سبقوا فيكم محدين مسؤولين يجاوكم واعطوكم امان عنهم اللي يعدلكم مشاريع وليه يدشنوا وليه يكفوا عليكم السماء ولا جاوكم يا غير الناس ما هي واحد قدوا عدوا مسؤولين ما هم امينين ما هم امناء ولوهم قايمين بالدور اللي نعطالهم يا غير هاو بعد المسؤولين اللي جايين حالا وننتظرهم ان شاء الله دور ان شاء الله يعدل لكم ذاك الدور كاملين ودور إن شاء الله تستثمروا في بلدكم ودور تستفادوا وإن شاء الله تعالى ذاك اللي ظني أنا فيهم إن شاء الله دور قاعد تشوفوه أنتم ونبقيكم إذا يجد عيكم وتعطونا أهميته وخلقكم كامل اللي يسمع لكم ودي أنتم وجهها عنده نختار لكم تقنعوه بهذه الرواية هل فهمتي؟ اه واضح هل لقيت أنت حقيقي؟ هي يخرج ماني نافي تولك قال ام ودي ذا نقول ذا قال لك انا مدي دار مدي يخرج كرد شيرت كامل كرد رحبة الفرن لا مشروع كبير مبروك يا طيني احنا بدشني المشروع يبقى عندنا بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الوزير، السيد العمدة. كيف برقاقت لا ضلعة العبد عيني يا أخي. السيد العمدة، السيد الحاكم، السيد النايب، السادة سكان القرية، باسمكم سندشن هذا المشروع. احنا اليوم دشنا كم من مشروع؟ احنا دشنا شو 50 مشروع قارب مشكيتك زجر يجار ما يغدي لك 55. قلت لك تاقط اول اللي ندشنوا دارك شنو؟ زرع الحيوان ما يزرع. لنزرع الاسماك. زرع الاسماك. تاقطهم قاع ما يهم. لانا نرتجلوا الخطاب كيما نرتجلوا المشاريع. وزين هكا. ياك الصلاة تخلي ملاحوش يتم اللي خبط. خبطوا اسمه خبطوا في تراب كلمة شاتك تلصق. مناسبة التدشين المشروع قريس الحوت. أقريس الحوت، لا نشرف لكم ولا نتقدم إليكم باسمي وباسم زميلي على أن سندشن هذا المشروع الذي سيبلغ 6 أشهر ونصف وسنة. نعم، وبتكلفة تزيد على 16 مليار روقية من ما من وبياتنا احنا انه نحن الذين دعمنا هذا المشروع وان شاء الله في الشهور القادمة إن شاء الله ينتهي ويبدأ أعماله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مولانا تلي اليوم الأقران. أهلا مولا حقيقي يوم عجبتني دور تبدأ سيكان سيك خطاب حقيقي يوم تيه فريما دحدو حق كاريزما ورزانة في الكلام والتركيز ذي قاع الجر تعدل. يا سيد العمدة، يا سيد الحاكم، يا أهل القرية، أهل القرية قاع دخلت دخلة ما تصح. والله اللي انت اللي محسود شتته ما يلا تعود هون قاع يا الله تعود رجاج الخطيب الوحيد في انترناسيونال في العالم كامل زين. يوم تدي مفرط عنك حقيقي غير مولي انا مشيت نفكر في الواية ذا مولي ما عاد منطقي عندي نحليت نكذبولين انت خطابات الزينين مبومبين شين مشاريع وهمية هذا لا يوفى اللاني نيني وكلا رقاشي يحاسب علي يعاقب حد لا يوفى هذا مازال ذا ما وطبق لا يتورطق ما لا يخلق شي ما انتكد ولا يعدل